السلام عليكم مساكم الله بالخير كيف الحال شلونكم مساكم خير ان شاء الله اليوم معانا لايف باذن الله راح نتكلم عن 15 مهاره لصناعه الثراء ومنو فينا ما يبي يصنع الثراء هذه المهارات عن تجارب شخصيه وعن ايضا مقابلات كثيره من الاثرياء وايضا تلخيصات كتب في العالم عن طريق طبعا الاثرياء سو راح اتكلم معاكم شويه اليوم عن ليش الواحد لازم يكون هذه المهارات وهذه المهارة طبعا سهله الاقتناء يعني كل انسان اليوم ممكن يصير عنده هذه المهارات ابي اسولف معاكم شويه قبل ادش معاكم في هذا الموضوع عن برامجي الماضيه وشلون خلتني الفتره الماضيه خلال فتره كوفيد 19 نتطرق لهذه اللايفات ايضا في فتره 12 سنه اللي طافت قدمنا فوق ال250 دوره وسيمينار لتاسيس المشاريع الصغيره والمتوسطه وايضا التسويق بانواعه وتخصصت في مجال تاسيس المشاريع الصغيره وتخصصت ايضا في عمليه دعم المشاريع وتحفيزها وشو شنو تحتاج بالضبط وايضا التسويق وركز في التسويق على موضوع الانستغرام وادواته وشون الواحد ممكن يستفيد من الانستغرام في البزنس نفسه ومن الاشياء المهمه اللي خلتني اتوجه لللايفات والاونلاين خلال فتره كوفيد 19 هو ان السمنات ما قلنا كنا كنا نسويها في الاوتيلات مثل الفتره الماضيه فقمت اسوي لقاءات اونلاين كنت اسوي ترخيصات كتب اونلاين قناه اليوتيوب مالتي ما فعلتها خلال سنه ونص اللي طافت اللي مو مسوي سبسكرايب او مو متابع قناه رحب فيه في قناه اليوتيوب وهذه الفتره ايضا اطلقت فيها دورتين عندي دوره البزنس ستارت اب اللي هي موجوده على موقع الرابط في البايو عندي احمد المطاوي دوت كوم والدوره الثانيه هي دوره اسرار تسويق البزنس مخ الانستغرام وان شاء الله في دورات قادمه راح نطلقها الفتره القادمه قاعد اجهزها الان في التلخيصات هذه طبعا وفي ايضا الفتره القادمه راح تحتاجونها من تطوير ذات ومن بناء ثراء وغيره وغيره من دورات راح تكون مكثفه ان شاء الله في ويب سايتي احمد لنتوعدتكم. اليوم هذه اللايف السريع مدة تقريبا 30 دقيقه راح اتكلم معاكم عن 15 مهاره ممكن كل شخص اليوم يقدر يبني هذه المهارات واعتقد يمكن بعضكم اوريدي عنده هذه المهارات وممكن طبعا يطبقها في الثراء او في يطبقها في الحصول على المال في الحياه اول شغله من هذه المهارات اللي تعتبر يعني من القواعد الاساسيه لبناء الثراء هي الانضباط، بالانجليزي discipline، والانضباط هني يعني يخلي الانسان دائما واضح او مصر او مستمر على الهدف ماله وعلشان الواحد يتعمق ويعرف شنو يعني الانضباط لازم اول شيء يتعمق في ذاته ويعرف شنو بالضبط هو يبي ينجزه علشان الانسان اذا بين بينضبط حق انجاز هدف ولا مشروع ولا بيبني ثراء لازم يفكر شلون هذا الهدف شنو حجمه ونفس الوقت شلون ينضبط حق الوصول لهذا الهدف ومن الأشياء اللي لازم تفهمون أيضا أن التعمق في النفس لتحديد الأهداف نقطة مهمة يا جماعة نقطة مهمة يا جماعة يعني لازم الواحد يعرف شلون يصل إلى عملية التعمق في الذات ومعرفة أهدافه فيسوي عليها أولوية واحد اثنين ثلاث أربع هذه الأهداف اللي بوصلها وتهتم هذه المهام وتخليها وتربطك معها وايضا تخلي واقعك مع الهدف مرتبطين عن طريق هذه الاولويه فبالتالي الانضباط هو تقريبك او تقريب واقعك من اهدافك المستقبليه اذا هذه ست خطوات الحين بقول لكم اياها لكيفيه زياده الانضباط عندك وعندك رقم واحد حدد شنو تبي وشنو تبين حددوه خلي يكون واضح اذا ورقه وقلم حددوا شنو تبون اثنين ليش تبونه ثلاثه احذف اي مشتتات في حياتك أربعة حط الأولويات بعد ما حذفت مشتتات أو الأشياء اللي يسوي لك دي فوكس حط الأولويات خمسة بعد ما تحط الأولويات تبتدي تشتغل عليها راجع إنجازاتك وإنجازاتك ستة امسك الموضوع وتحمل مسؤوليته ولا تخلون عنه لما يصير في عقبات هذه ست خطوات تزيد من عملية الانضباط وإذا في واحد أو واحدة فيكم تبي تدرب نفسها على الانضباط أنصحك وأنصحك أنكم تحطون لكم 21 يوم إلى 30 يوم موعد معين الصبح تستيقظون فيه أو تقعدون فيه هذه الطريقة راح تخليكم تنضبطون يعني كل يوم بقعد ساعة ثمان خلاص حط الساعة ثمان هو الوقت اللي راح تستيقظون فيه خلال العشرين إلى ثلاثين يوم الجاية بهذه الطريقة راح تنضبطون وتتعدل عندكم عملية أو عادة الانضباط وهذا رقم واحد رقم اثنين خلصنا الحين من الانضباط رقم اثنين مهارة مهمة جدا يا جماعة لبناء الثراء هذه المهارة هي الذكاء الاجتماعي وليس الذكاء العادي emotional الذكاء العادي هو الذكاء الدراسي بالرياضيات بالهندسه ممكن بالاشياء اللي انتم تدرسونها او بالاشياء الفكريه اما الذكاء العاطفي هو ذكاء يرتبط في المشاعر ويرتبط في فهم الناس ويرتبط في السماع والاستماع والاكتف لسننج هذه الاشياء يا جماعه تخليكم تقدرون تديرون الناس اللي عندهم ذكاء عادي تبي تطور عندك الذكاء الاجتماعي دائما ركز واستمع وتامل في البشر حواليك خلي يصير عندك اكتف لسننج بهذه الطريقه يصير عندك تطوير في عمليه الذكاء الاجتماعي شغله مهمه ان مشاعر الناس وتصرفاتهم حواليك دائما تنفهم من اللي عنده حس عالي وذكاء اجتماعي عالي. وما تنفهم اذا الشخص كان عنده ذكاء عادي، يصير عنده عدم فهم هذا الشخص اللي رقم ثلاثه اذا واحد الانضباط، اثنين الذكاء الاجتماعي، رقم ثلاثه التحفيز الذاتي سيلف موتيفيشن. ولازم نعرف شلون نحل المشاكل داخل عقلنا علشان نقدر نعرف شلون نسوي سيلف موتيفيشن والسيلف موتيفيشن طبيعه الحال هو شيء موجود بطريقه متفاوته بين الناس في ناس يقدر يحفز نفسه بنفسه وفي ناس ينطر الغير يحفزونه تبي تدرب نفسك على السيلف موتيفيشن او التحفيز الذاتي راجع يومك او راجع يومك كله وشوف شنو شلون تقضونه بالضبط. شلون اللي يحفزكم؟ شنو اللي قاعد شلون قاعد تحلوا مشاكلكم في يومكم؟ هذه نقطة وايد مهمة يا جماعة. إذا التحفيز الذاتي رقم ثلاثة. رقم أربعة استمرارية التركيز أو continuous focus. التركيز اليوم هو عمله جدا نادرة، ليش؟ لان تشوفون ما شاء الله السوشيال ميديا وتشوفون العالم من اداة لاداة لاداة ما شاء الله قاعد من كل اتجاه. فبالتالي التركيز اليوم هي عمله جدا نادرة. واللي يعرف شلون يركز ويدرب نفسه على التركيز يصبح ثري. اللي اليوم يركز على هدف، يركز على مشروع يركز على نجاح يركز على تطوير نفسه يركز على شغله وما يشتت باله في اشياء حواليه يبتدي ينجح يبتدي يتطور يبتدي ينمو تبي تعرف شنو الشيء اللي شتتك في يومك نفس الشيء اخر اليوم شوف شنو اللي قاعد يشتتك شوف شنو اللي قاعد ياخذ من جزء من عقلك هالشيء هذا عرفوا ان هذا الشيء مو صح هذا الشيء يحتاج يلغي او ينشال من حياتنا او يقل قللوه اذا ما قدرت تشيلونه كيف تحدد نشاط والاولويه وتخلي النشاط اللي وانسك نشاط اللي وانسك هو النشاط اللي تقلل منه والنشاط اللي يخليك تبدع يخليك تتطور يخليك تنمو هو النشاط اللي ممكن تركز عليه مرة ثانية شلون تشيل نفسك من النشاط اللي ونسك وايد ويلهيك وايد وتركز على النشاط اللي يطورك واللي يخليك تصير ثري أو تنجح في الحياة إذا أنت بتعد عن النشاط اللي ونسك ويلهيك وركز على النشاط اللي يطورك وينجحك ويخليك ثري خلصنا من أربعة الحين بندش رقم خمسة عادة مهمة للأثرياء هي عادة ومهارة القراءة الأثرياء يقرؤون في السنة ما يعادل خمسين إلى ستين كتاب والناس العاديين يقرؤون بالسنة من كتاب لكتابين خذوها قاعدة إذا القراءة غير مشاهدة كتاب او غير الاستماع عن كتاب. الاستماع لكتاب ومشاهدة كتاب ينمون جوانب معينة في الانسان. ولكن القراءة تنمي جوانب كثيرة في الانسان، جوانب الابداعية وجوانب الاتصال بين فكرة وفكرة اخرى. وايضا التركيز. القراءة تنمي التركيز. فبالتالي الانسان اذا بيوصل لمراحل معينة من الثراء يجب أن يقرأ والقراءة راح تطور حس الإبداعي والكرياتيف عنده وشغلة ثانية أن القراءة تطور وتربط بين الذاكرة والواقع يعني الذاكرة مالتنا والواقع الحالي وتسوي بينهم كونكشن فالقراءة لها فوائد كثيرة فالأثرياء في العالم يعرفون هذا الشيء فبالتالي دائما يحرصون إنه يقرون أكثر من الشخص الطبيعي خلصنا من خمسة للقراءة ستة اتخذ الطريق الطويل وليس الشورت كات أفسر لكم إياها يعني. أعرف وايد ناس في المجتمع سواء في الكويت أو في الخليج أو حتى في الوطن العربي دائما مرات يبون الطريق القصير للثراء يبي ينجح ويبي يصير ثري باسرع وقت سنه سنتين يبي يكون ثروه كبيره وهذا ما يصير هذا اخلاقيا حتى ما يصير لان الانسان اللي دائما يفكر بالطريق القصير والوقت القصير دائما راح يفكر مخه انه يبي يتجه لاشياء اللي مو زينه قد تكون حتى الحرام ولكن الشخص اللي يبي فعلاً يوصل يصل إلى الثراء دائماً يتخذ الخطوات الراسخة الطويلة حتى لو تأخذ له خمس إلى عشر سنوات على ما يوصل لهذا المستوى هذه نقطة مهمة يا جماعة لا تأخذون شورت كت لا تأخذون شورت كت سبعة الاستمرار بالتعلم مهارة الاستمرار بالتعلم تعتبر من المهارات الأساسية لبناء الثراء والوصول إليه خلي أقول لكم فاصل يفصل بين التعلم واللي قلته قبل شوي القراءة التعلم هنا مو بس القراءة التعلم في كل شيء في الحياة في التأمل في قاعدة معينة على البحر فيها تعلم اليوم شو الفرق بين القراءه او شو الفرق بين ان الواحد يحصل معلومات بس يحصل معلومات والثاني يفهم يفهم شو الفرق بينهم الفرق ان اللي حصل معلومات تلاقونه كنا يعني غوري او علبه ويعبيها اشياء اما اللي تلاقون اللي يفهم ياخذ معلومه ويفهمها ويطبقها يحط النقاط على الحروف فحياته تتضح يبني بروسس الحكمه عنده يصير عنده ويزدم يصير عنده وايد اشياء مختلفه عن الشخص اللي بس يعبي معلومات فحرصوا دائما ان يصير عندكم التعلم وليس التعبئه التعلم وليس بس ريدنج خلصنا من سبعه ندش ثمانيه كيف تبيع يا جماعه هذه نقطة وايد مهمة، علشان تصير ثري في الحياة لازم تعرف شلون تبيع. وخلها قدام عينك. الناس راح يصرفون فلوس لما يشوفون أن قيمة الشيء أعلى من الفلوس اللي يملكونها مرة ثانية. الناس راح تصرف الفلوس اللي بيدها لما تشوف ان قيمة الشيء قدامها اعلى من الفلوس اللي بيدها. وهذه قاعدة البيع، هاي قاعدة تعلمك اصول البيع. علشان تبيع شيء يجب ان تزيد قيمة الشيء اللي بتبيعه على اساس الناس تصرف الفلوس فيه. إذا ما شافت قيمة عالية فيه راح تخلي الفلوس عندها في جيبها. في كتاب وايد حلو ابيكم تقرونه اسمه سل اور بي سولد وكتاب ثاني ايضا ابي تقرونه اسمه ستارت وذ واي سل اور بي سولد او ستارت وذ واي ابدا بلماذا هذول كتابين انصحكم فيهم ان شاء الله من الكتب اللي رائعه صراحه تعلمكم اسس البيع والسل كل ثري اليوم في العالم يعرف أصول البيع أو عنده واحد شاطر في مؤسسته وشركته يعرف يبيع خلصنا من ثمانية رقم تسعة تعلم كيف توزع المهام بالإنجليزي know how to delegate توزيع المهام اليوم هذه مهارة لكل الناس اللي تبني الامباير مالتها أو المؤسسات مالتها او الشركات الضخمه مالتها، اذا ما عندها قدره انها توزع المهام وتبي تسوي كل شيء بنفسها، يصير عندها خلل ومركزيه وتعب في بناء هذا الثراء. لذلك المركزيه في الشغل تعتبر من اهم عناصر اللي لازم الواحد يوخر عنها عشان يبني ثرائه في بداية العمل الحر ممكن تكون عارف كل شيء ولكن بعدين لازم تسوي ديليجيشن وتوزيع مهام وهذه المهارة يجب تتعلمها أو تعلمينها وخاصة لأصحاب المشاريع المنزلية اللي دائما ما يبون يوزعون المهام حق غيرهم أو ما يثقون فيهم بسهولة تعلم أن المهام اللي انت راح تقضي فيها وقت وايد وما فيها ابداع تعطيها لغيرك يسوونها وتركز الابداع لك انت في بناء الثراء راح يصير وقت عندك وايد الابداع وليس لعمل الاشياء الصغيره يمين يسار اللي تشتتك وتشتتك من الابداع ومن الكرياتيفيتي ومن النمو في هذا العمل رقم عشره مهاره كيفيه التضحيه لازم الانسان يعرف شلون يضحي عشان يبني الثراء في اشياء معينه في حياتنا لازم نضحي فيها مثل الوقت على سبيل المثال الانسان ممكن يضحي في الوقت عشان يبني الثراء في البدايه في حياته 11 من اساسيات مهارات الثراء اللي وايد ناس يتكلمون عنها او يمكن يعرفونها هو التسويق. والتركيز التسويق دائما هو التركيز في حاجة المشتري وليست حاجة البائع. يعني من اساسيات نجاح اي مسوق اليوم انه يشوف شنو المشتري يبي على اساس يقدر يعرض عليه هذا المنتج، هذا رقم واحد. اثنين المسوق يجب ان يعرف شلون يحل مشكله ويطرحها بطريقه مبدعه زائد يخلي الكلام على هذا المنتج الورد اوف ذا ماوث هذه من الاساسيات زائد فن التعامل مع العملاء والشكاوي تعتبر ايضا من فنون التسويق اذا خلصنا 11 تسويق 12 قدره الالهام والتحفيز الكل اليوم في العالم يتبع القاده الاقوياء القادرين على التحفيز والقادرين على الالهام والتغيير والكلمات وحسن استخدام الكلمات اليوم اي شخص يبي يسوي شيء في حياته لازم يصير عنده قدره ان يقود مجموعه حتى لو صغيره في حياته اساس هذا المجموعه ممكن هو يلهمها ممكن يقودها ممكن يطورها ممكن يشتغل معاها وممكن يديرها نفس الوقت الالهام سره انك تكون او تكونين اصليه الالهام السر هو انك تكون اصلي جنون لان الانسان الاصلي ينبع من الكلام بطريقه يخلي الناس يسمعونه وهذه الطريقه اللي يخلي الناس يسمعونه بالتالي يصير عنده جانب الالهام في حياته اذا خلصنا من 12 الالهام 13 اداره المال يا جماعه اداره المال تعتبر من اساسيات ومهارات الاثرياء اليوم مهما تكون مليونير او غني اذا ما عندك جانب اداره المال المال اللي عندك اياه راح يتبخر وما منه فائده لان اليوم اداره المال مهمه لما يكون عندك مبلغ، شو تسوي فيه؟ وين توديه؟ شلون تستثمره؟ من اهم عناصر اداره المال هو توزيع مصادر الدخل. لازم يصير عندك مصدر دخل واحد اثنين ثلاثه، تنوع هذه المصادر عشان يصير عندك اداره صحيحه لهذه الاموال اللي عندك اياها. يعني. رقم 14 القدره على التاقلم. والتغيير، القدرة على التأقلم مع التغيير. وكلنا شفنا خلال السنتين الماضيين تقريبا خلال كوفيد 19 مشاريع تأقلمت مع التغيير اللي حصل لها ومشاريع ما تأقلمت وخسرت. فبالتالي بناء الثراء واستمرارية الثراء يجب يكون عندك تأقلم مع الأوضاع اللي حواليك ومع التقرير المفاجئ في كل شيء. آخر نقطة آخر نقطة 15 في ناس شفناهم في العالم قدروا يجمعون تيم حواليهم قادر أن يكونون الثراء معهم أو يحوط نفسه حوالي الأقوياء وأنا عندي مثل دائما أقول لأنك لما تكون صقر وتجمع حواليك صقور لما تنشغل عن بزنسك او لما تسافر الصقور اللي حواليك يشيلون هذا العمل والبزنس الا لما كنك صقر اما اذا انك صقر وعندك حواليك حمام او عصافير انت مجرد ما طرت سافرت شيء الحمام والعصافير ما راح يقدرون يتحملون هذه المسؤوليه فبالتالي يصير عندك مركزيه في الشغل وتعب فدائما حوط نفسك بصقور او ناس اقوياء الاثرياء اليوم عندهم هذه المهاره ان يجمعون حواليهم ناس اقوياء بكل الاتجاهات نظف الناس الاضعاف في مجالات معينه وحوط نفسك ونفسك حوالي الناس الاقوياء في مجالات معينه بهذه الطريقه تقدرون تصيرون ان شاء الله اثرياء هذه ال15 مهارة اليوم قلت لكم إياها لأني جربت كثير منهم الحمد لله في بناء أعمالي ومشاريعي وإذا كانت هذه المهارات فادتكم لأي شيء أتمنى إن شاء الله بعد هذا اللايف تكتبون لي كومنت أو تكتبون لي شغلة الحين ودي أخذ بعض الأسئلة قبل أن أختم إن شاء الله بإذن الله هذا اللايف اللي حاب يسأل أي سؤال حياه الله نشوف لنا سؤال سؤالين إن شاء الله أحياناً في بعض الأعمال المشتركة يتم رمي كل المهام على شخص واحد. هل يستقل بعمله؟ أه ما فهمت السؤال الثاني هل يستقل بعمله؟ أه فهمت المهام إنه على شخص واحد، لأ أنا أشوف إنه أه يعني لازم الواحد ما يحط كل المهام حق على شخص واحد، لازم ينوع بفريقه يكون فريق أه يعني يقوي فريقه باختصار على اساس انه ما يصير عنده شخص واحد، اذا كان يستقل بعمله نعم كل انسان ممكن يستقيل وممكن ينتقل حق العمل الحر يعني بس بمرحله انتقاليه وهذه سويتها انا بلايبات اخرى واللي حاب يتناقش هذا الموضوع بالتفصيل اللي هو مرحله انتقاليه من الوظيفه الى العمل الحر يقدر ياخذ استشاره او يتواصل معي باذن الله. حياكم الله، انا ممكن اخذ سؤال ثاني اخر، سؤالي رفع قيمتك قيمك قيمة السلعة، كيف يمكن عكس ذلك في حالات عملي كطبيبة؟ بس ما فهمت السؤال شوي، سؤال سؤالي في رفع قيمة السلعة، كيف يمكن عكس ذلك في حالات عملي كطبيبة، رفع قيمة السلعة يمكن لو تسألين سؤال بطريقه ثانيه افهمها اكثر لو ممكن تسالينها مره ثانيه. How do you screen out strong people from weak people and staff candidates؟ الناس طبعا معروفه ان الناس الفاهمه الناس اللي عارفه شغلها يبين يعني راح يبين ان شلون الانشيتيف المبادرات مالتها طريقه تفكيرها عندها قوه في الانجاز سرعه في الانجاز هذه كثير طبعا تلعب دور في اختيار الفريق نفسه. اذا سرعه الانجاز المبادرات في في عمل البزنس نفسه. اخر اخر سؤال شلون اقدر اني ما افقد حماسي بالتجاره؟ دائما اذا حاب طبعا انك ما تفقد حماسكم في التجاره ابدي شيء يكون حابه او استمر في شيء انت حابه يعني دائما او حط شغله في هذه التجاره انت حابها يعني اخلطها مع شيء حابه ودائما جدد فيها مع الوقت عشان ما تخسر هذا الشغف او الاهتمام في هذا التجاره ان شاء الله طيب how could i express my service value as a dentist in a way that makes my patient believe what they actually need القيمة قيمة الخدمة للدنتستري أو لطب الأسنان تكمن في عملية المشكلة اللي دائما يعاني منها خلينا نقول المريض فزيادة القيمة في خدمتك عن طريق التسويق الصح وزيادة التسويق للشيء اللي يكون ايضا ترند في عالم الاسنان يساعد في عمليه رفع السعر في هذا الشيء وهذا المنتج او هذه الخدمه اللي تقدمينها كدكتوره. اخر سؤال كيف ابدا مشروع صغير؟ طبعا اليوم احنا نتكلم في هذا اللايف عن بناء الثراء او مهارات تخليكم تبنون الثراء، المشاريع الصغيره هي احد هذه الاشياء الممكن الواحد يبني هذا الثراء فيها. فاذا حاب تعرفين البدايات وطريقه البدايات أه انصحك بالتفصيل أه تمريني ان شاء الله شركه مبادر او استشاره ان شاء الله عن طريق الهاتف اذا كنت برا الكويت أه رقم الواتساب موجود في البايو أه ولكن باختصار في اساسيات لتنجيح اي عمل حر وبدايه عمل حر وهذه الاساسيات طبعا ممكن احنا نطرحها بالتفصيل باذن الله في هذه الاستشاره أه وايضا انصحك في دوره البزنس ستارت اب تاخذينها اللي هي موجوده ايضا اونلاين تعطيك ان شاء الله الاساسيات الصحيحه هذه الدوره هي خلاصه خبرتي 12 سنه طافت في تاسيس مشاريع كثيره ناجحه في الخليج باذن الله وخلصنا طبعا هذا اللايف اليوم شاكر لكم صراحه تفاعلكم في البدايه واسئلتكم واللي حب هذا اللايف وحب طبعا المحتوى اللي فيه والمهارات اللي فيه اتمنى ان ان شاء الله يعطيني كومنت جدا قوي ان شاء الله بعد هذا اللايف بعد ما نحطه ان شاء الله عندي بالبوست ويتواصل معنا لاي شيء يحتاجه ويسوي شير ويسوي ريبلاي على ايضا اللايف هذا على كل متابعينه عشان يستفيدون ان شاء الله ونبتدي نحقق هذا الثراء باذن الله وهذه النصائح اللي اليوم قلت اياها لو طبقتوها كلها ويعني ضبطتوها ان شاء الله باذن الله بعد سنه سنتين راح تشكرونا ان شاء الله وراح تقول لي احمد انا وصلت لمستوى معين من الثراء بسبب هذا اللايف وهذا الفيديو فاتمنى لكم ان شاء الله حياه ثريه وسعيده وممتعه ان شاء الله ونشوفكم على خير ومع السلامه